سيدة شريفة طبق، سيدات والسادة مديرات مديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، سيدات والسادة أطر التربوية، طبعا كحال المؤثرة الكواكب عرسان عروسات هذا المهرجان الإقليمي، تلميذات وتلاميذ مبدعات ومبدعات مؤسسات تعليمية، فأولا تحية تربوية ممزوجة موصولة بكل عبارات التقدير والامتنان لكم ولكم جميعا. في البداية أولا أود أن أهنئ جمعية مدرسين اللغة الفرنسية الفرع الإقليمي على اعتبار أنها جمعية مهنية متميزة لها شراكة استراتيجية هادفة وناجعة مع المؤسسات مع المديرية الإقليمية بالعريش. أكيد بأن يعني بكل صدق كل غبطة والصعوبة أنني أشارك معكم اليوم في هذا المهرجان المتميز، أولا بصفتي المهنية كرئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة كممثل سيد مدير إقليمي الذي سوف بطبيعة الحال يلتحق بهذا المهرجان المبدع بعد قليل، وكذلك بصفتي الشخصية، ولهذا فأود بصفتي الشخصية وصفتي المهنية أن أتوجه كذلك بالشكر والتقدير والامتنان لعضوات وأعضاء الفرع الإقليمي لجمعية مدرسي اللغة الفرنسية بطبيعة الحال على الإبداع وعلى التميز ديالهم وعلى القدرة كذلك على تنظيم مثل هذه اللقاءات وهذه الملتقيات المبدعة. كذلك أود أن أتوجه بالشكر بطبيعة الحال تقدير السيد رئيس مؤسسة ثانوية محمد عبد الله التهلية على احتضان جميع بطبيعة الحال المهرجانات والملتقيات الإقليمية ذات الجودة وذات الإبداع ذات الإبداع. إذا أكيد بأن مهرجان ديال اليوم فهو الحقيقة كما قلت يتجسد ويتقاطع في كل بطبيعة الحال مؤشرات الإبداع والتقاطع، هذه المؤشرات التي تتقاطع بطبيعة الحال حسب محاور ثلاث ديال خارطة الطريق 2022-2026 بحضور متميز بطبيعة الحال كما قلت أنا تلميذات وتلاميذ المبدعات، وكذلك الحضور المتميز والمبدع كذلك للأطر التربوية بطبيعة الحال المحتضنة والمؤثرة لهذه التلميذات والتلاميذ المبدعات، وكذلك بحضور مؤسسات متميزة شريكة استراتيجية بطبيعة الحال المديرية الإقليمية، وهذه هي المحاور الثلاثة بطبيعة الحال التي يركز عليها أو تركز عليها طريق 2022-2026. كذلك بغيت نتقاسم معكم كذلك بانه اصبح اليوم بانه مفهوم الابداع والابتكار هي من المحاور الاساسيه والركائز الاساسيه ديال خارطه الطريق 2022-2026، وإلى تبعتوا بطبيعه الحال الانشطه ديال وزاره التربيه الوطنيه من خلال الصفحات ديالها سواء صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك او الانستغرام او تويتر، فتلاحظوا بانه الان وزاره التربيه الوطنيه تذهب على تنظيم مختلف المهرجانات والملتقيات الوطنيه اللي من خلالها تعطي الفرصه كذلك كما قلت انا للتلميذات والتلاميذ من اجل ابراز المواهب ديالهم والسقف هذه المواهب.